معلش 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 استنى بيه والنبي اسمعني بس انا واحد خليك ادم المره اللي فاتت بص عمل ايه هاتر اخرى ايوه اضربها كمان انت عايز تقول عمال في البيت بس بس لو انت عايز امراض لك واسكت بتبقى امراض له حضرتي يعني وهي لما تقولي بتتامرضي وبتايه مين بقى اللي بيتقلوص يبقى اتجوزها يا لهوي يا لهوي يا لهوي واقف التصوير انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم ثواني يا عم دردير انت استنى بقى ثانيه واحده هتيجوا تاكلوا الحاجات دي ولا اطلع يا عم انا بكلم كل الناس كده بس ما ينفعش اللي بيحصل ده انا ما بقفش الصف اقسم بالله هضيق عدي يقف معانا ترد عليا يا عم حناوي انت بقى اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين انا مش عارف اشتغل يا عم انت ان شاء الله عنكم ما استلحتوا يلا